ابويا ثلاث مسرح كراس عملاقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال ان شاء الله نصعد قرب اليوسف. صحيح المكان بعيد بس هو يعني يسوى اتعنى له، يسوى اتعنى له لان ممكن احصل لي سلك يصير. هذا المكان جنبي ما ابي، ما ابي بس الشانقه والخشميه صغيره. فان شاء الله راح انصب تشيعي وعندي شبس واحد اثنين، وانصب لي هم شبشة خشني بس الله يرزقني. يا الله، هذا عندي شبش منقنة ثماني يعني رقم 12 والخيط 15 في 3. صاد هاي الجرية العملاقة ما شاء الله. خلنا نطلق نرجعها للمي نشوف ايش كبرها. عملاقة والله. شوف شلون السمكات المعدلات. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي الثانية، هاي الثالثة، هذين ثلاثة صعبين. هي فد هاي كلش كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندي بعد كم شبك. يا الله، لا تنسون اللايك والاشتراك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا اسم الله العلي العظيم. هذا شبت تسيعي خيطة 20، وانا من البارحة ناصب. يا الله يا الله يا الله، شقيته والله شقيته. بس اكو غيث ان شاء الله. هذا الوحش، هذا الكراس، الكراس اللي معدل ما شاء الله. الله يصلي على محمد وعلى محمد. يا الله خير وبركه ان شاء الله. طبعا هاي اللي فلتت اكيد ابويا ثلاث مسرح كراس عملاقه. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا
الحركة والله. اكو بعد وحده تغير مو تيمة سنتين تخوف يا الله. اللهم صل على محمد. روحي هذا شلت مالي حط راح مورستك. هاي مورستك. وانا لو اديك هنا فراس في المكان راح اطلع منجنه. بس هي مو اكبر من هاي، هاي كبيره اثرت عليها حصلتها. اللي راحت اصغر من هيك. خياط 20 الشقه تطلع بقبر، ما يحصل عليها خياط 20. هسه وصلنا لهذا الشبت سيعي خياط 18 او 11. عندنا هذا الشبك حشيل 10 و 13 هذا سلفر زمان ما كان. هذا الصيد ما شاء الله اليوم الصيد خير من الله. خلينا نشوف فد هاي الكراس 5 كيلوات الا شويه. فد هاي الكراس هذا خشني زين. طبعا الخشني دبل يعني لا تشوفوا جزء بالصوره صغير، شوفوا الخشني دبل. وهذا السمكي، هذا السلفر. ما شاء الله اليوم صير خير من الله كله على الدبل.
لا تنسوا الاشتراك واللايك.